على ذكر كمان مشاركة نجمنا الكبير محمد صلاح في حملة ايوه التعاون التوعية. المخدرات، حقيقة إنه حملة التعاون المخدرات حملة تم إطلاقها في عام 2015، مشاركة واسعة من نجوم المجتمع، بدأت بالفنان الكبير محمد رمضان ثم كابتن محمد صلاح مشارك معانا للمرة الثالثة في هذه الحملة. حقيقة إنه تأثير الحملة تخطى حدود الوطن ووصل لحد الصين. بالأمس القريب كان تلفزيون الصين موجود في الصندوق بيتكلم معانا على ازاي قدرنا ان احنا نعمل اعلان يتخطى تاثيره حاجز الحدود والثقافات وانه يؤثر جوه المجتمع الصيني بشكل او باخر، وبالتالي فكره ان احنا ازاي نستثمر نماذجنا الناجحه اللي موجوده بشكل كبير جدا بالظبط، وكمان فكره ان المشاركه الواسعه دي من نجوم المجتمع جاءت مجانا وتطوعا، والارقام اللي بتتحقق على السوشيال ميديا تفاعلا مع هذه الحمله التوعويه غير عاديه. جميل. انا